من اخترع الآلة الحاسبة؟ بليس باسكال هو مخترع الآلة الحاسبة الفرنسي، ولد في 19 جوان سنة 1623 في مدينة كليرمون فيران في فرنسا، وتوفي في 19 من أوت سنة 1662 في باريس، وكان عالما في الرياضيات والفيزياء وفيلسوفا في الدين ومبدعا في النثر، وقد كان لوالده نظرة غير تقليدية في التعليم، إذ قرر أن يعلم بليز باسكال في البيت، وأنه لن يتعلم الرياضيات قبل سن 15، كما أزل كل المواد الرياضية من البيت، وبهذا تولد فضول باسكال نحو الرياضيات. كان والد باسكال عالم رياضيات وجامع ضرائب، وفي سنة 1642 اخترع باسكال واحدة من الآلات الحاسبة الرقمية الأولى لمساعدة والده في عملية جمع الضرائب، وأطلق عليها اسم آلة حاسبة باسكال، والتي كانت تقوم بعملية الجمع الصحيحة من خلال استخدام تروس مسننة ودبابيس في تصنيعها، بالإضافة لعدد من الحيل الرياضية البسيطة، واستخدمت للطرح والضرب والقسمة أيضا، كما كانت لها نسخ تتعامل مع الأرقام العشارية المختلفة، ونسخ تتعامل مع الأعداد المؤلفة من 5 و6 و7 أرقام. بالرغم من صحة باسكال المتدنية ومعاناته من المرض المزمن خلال حياته، إلا أنه قدم مساهمات تاريخية في الرياضيات والعلوم الفيزيائية، ويشمل ذلك الأعمال النظرية والتجريبية التي قام بها على علم السوائل المتحركة والضغط الجوي ووجود الفراغ وطبيعته. وكان باسكال عالما معارضا لمنهج العقلانية والاستنباط المنطقي الذي اتبعه الديكارتيين، كما عارض التخمينات الميتافيزيقية والتبجيل لسلطة عالم اللاهوت في العصور الوسطى، إذ اعتمد على الملاحظة التجريبية الصارمة واستخدام التجارب الخاضعة للمراقبة، ويذكر أنه وضع الأساس لنظرية الاحتمالات الحديثة، والتي صيغت لاحقا لتعرف بمبدأ باسكال للضغط، وقام بنشر مذهب ديني يدعو فيه إلى معرفة الله من خلال القلب وليس من خلال الأسباب، وكان لمبدأ الحدس الذي أسسه تأثيرا على الفلاسفة اللاحقين مثل جون جاك روسو وهنري بيرجسون وعلى أفراد الحركة الوجودية أيضا.